مقطع اليوم رعب من نوع ثاني على أغلى دولة في العالم في أسعار السيارات. هي أغلى دولة تتصدر رقم واحد في العالم ودولة عربية. أي مقطع اليوم على أغلى مكان في العالم يوجد فيه سيارات. مثل ما يقولوا إخواتنا المصريين، بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة تونس. اليوم فما مقاطعة في تونس وقاعدة تنجح وتاخذ رواج، اللي هي خليها تصدي أو خليها تسوس. هاشتاج خليها تسوس. السلام عليكم أصدقائي، مقطع اليوم على أغلى مكان في العالم يوجد فيه سيارات. دولة عربية على فكرة. هي أغلى دولة تتصدر رقم واحد في العالم. مثل ما يقولوا إخواتنا المصريين، بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة تونس. في حملة قاعدين يقوموا بها الشعب التونسي، أنا أكثر واحد مساند لهذه الحملة، اللي هي خليها تصدي أو خليها تسوس. هاشتاج خليها تسوس. نبدأ حلقتنا اليوم على بركة الله. معكم علاء الدين التونسي المقيم في دولة البحرين. مقطع اليوم رعب من نوع ثاني على أغلى دولة في العالم في أسعار السيارات. هذا الفيديو أو المقطع موجه بالأساس إلى الفيسبوك، خاطر الحملة اللي قاعدة تصير التو في تونس هي كلها على الفيسبوك. باختصار القناة هذه باش تلقاو فيها الرعب، التشويق، قصص الغريبة، الرومانسية. رومانسية لا 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 لا، تلقاو زادة رعب من نوع ثاني. مش نحكو في كل شيء. إذا أنت عندك موضوع تنجم تبعثونا على الانستغرام، وإن شاء الله المقطع القادم يكون من اختيارك. وما تنساش تخلينا تعليق باش يظهر تعليقك في الحلقة القادمة. أعمل تعليق ليتم نشره في المقطع القادم. إذا قعدت شاهد فينا في الفيسبوك أو على اليوتيوب اشترك الآن. إذا على الفيسبوك اشتقى رابط فوق الفيديو، ادخل واشترك في القناة. تعرف القناة ما زالت جديدة ولازمها برشا دعم، حاولوا تدعمونا مش ديما نقدمه. شكرا لدعمكم الزبدة. ندخل في الموضوع اليوم، باش نعملوا مقارنة بين أسعار السيارات في البحرين وأسعار السيارات في تونس. يلا نبدأ. تونس جحيم لمحبي السيارات. المواطن التونسي يشتغل عمره كامل ويحصل على قرض ليشتري سيارة. عمرك كامل تشتغل لتشتري سيارة محترمة؟ كيف على عمري كامل أشتغل لأشتري سيارة محترمة؟ نعم، عمرك كامل وتحصل على قرض لتشتري سيارة محترمة. عمره كامل يشتري سيارة، يعني مش بيتي، هذه سيارة مو بيت، يعني مشكل. للأسف صديقي، فعلا عمره كامل يشتري سيارة، عمره كامل يجمع ويحصل على قرض مش يشتري سيارة متوسطة، مو سيارة لامبرجيني فراري بنتلي، لا لا لا، في الأحلام حبيبي. اليوم راح أسوي مقارنة بين البحرين وتونس، والأسعار في البحرين والأسعار في تونس. فرق خيالي. شوف، أنا لا أريد أن نسوي مقارنة بين أوروبا وتونس. يجيني واحد ذكي يقول لي قارن أوروبا، هي بلد مصنع في الأول وفي الأخير. أقول لك بين قوسين أوكي، ما نقارن أوروبا، بلد مصنع أكيد عندهم أرخص، يعني هم اللي صنعوا السيارات أكيد تكون عندهم السيارات أرخص. بين قوسين تونس دولة مصنعة للسيارات، بس السيارات اللي تنتجها تونس تتباع في فرنسا. غبائي للأسف أجاوبك على ذكائك وأقول لك اللي أوكي، هي دول أوروبية تصنع في السيارات، وأكيد بالمنطق هي تصنع في السيارات، سياراتها تكون أرخص من إنها تخرجها وتصدرها لدول أخرى. أقول لك أوكي، بس أحنا مثلا أعطيك مثال بسيط، اللي أحنا في تونس منتجين للتمور ومنتجين للزيت زيتونة ومنتجين البرشة، والزيت زيتونة في البحرين في دول الخليج في أوروبا أرخص من اللي في تونس. أنا أقول لك اللي التمور في فرنسا أرخص من اللي في تونس، يعني هي لا داعي. شوف، في هذا المقطع مش أبدأ من الأول وأقول لك هنالك مواطن تونسي يتقاضى أجر 500 دينار أو 1000 دينار أو 2000 دينار أو 3000 دينار ومأجر بيت، وسعر الكهرباء هكذا وسعر الماء هكذا. لا لا، مش تدخل في التفاصيل. أنا باختصار قبل أن نبدأ في الموضوع، كلكم تعرفوا مقاطعة الموز، مقاطعة البنان. يجيني واحد ذكي ويقول لي على مقاطعة البنان، يعني في مواطنين أو شعب ثاني مش لاقي الخبز، العيش، الرغيف، مش لاقي الرغيف، وتونس شعب رايق، يعني شعب هيك متكيف ورايق ويعمل مقاطعة البنان. أقول لك حبيبي، احنا في تونس أوكي دولة ديمقراطية، دولة فيها حرية، فيها شوي تقدم، بس في الأول وفي الأخير احنا شعب عربي، والشعوب العربية كلها شعوب مستهلكة. جي انت الشعب مستهلك وتقول له مثلا اقطع الخبز، اقطع الحليب، ما يقدر.
هو في الاول وفي الاخر احنا شعوب ناميه، يعني بيقول له اقطع الحليب واقطع الخبز عشان الخبز غالي والحليب غالي، يقول لك لا انا اقطع غيري ما يقطع ما تصير وكذا، ومستحيل يدخلوا في هذا النقاش. اما لما تجيب لهم منتوج ليس بالاهميه الكبيره مثل الموز، يعني اذا استغنت عليه بيوت تونس ما مش يموتوا بالجوع او مش ينقصهم حاجه، هذا اكيد، وهذا الذكاء في المقاطعه، لكن هو ماهوش بالأهمية الكبيرة. أي مواطن عربي تقول له أقطع الموز ولا أقطع كذا راح يجرب، يقولك أوكي خلينا نشوف يعني في الآخر راح تنجح المقاطعة أو لا. وفعلا نجحت المقاطعة ونزل سعر الموز إلى 50%، ممكن أكثر من 50%، وهذا يخلي المواطن يعرف اللي هو إذا قاطع ينجح، موش بش يموت بالجوع، موش بش يصير له حتى شيء، وينجم ينجح وتنجح المقاطعة. اليوم جبت لكم مقاطعة من نوع ثاني، مقاطعة السيارات، هاشتاج خليها تسوس، وللي ما يفهمش اللهجة التونسية خليها تسوس يعني خليها تصدي، هي كلها الصدى يعني. أنا برأيي اللي المقاطعة هذه ستنجح، وأنا أول واحد ندعم في هذه المقاطعة، وعملت هذا المقطع وسأعمل أكثر من مقطع على هذا الموضوع. إن شاء الله ينجح الموضوع، خاطر هو أمر مهم، عقلية المقاطعة لازم تنجح في تونس. نقترحه رقم عشوائي، ليس بالعشوائي كثير، بس نقترحه رقم عشوائي 30,000 دينار. عندي مبلغ 30,000 دينار، 30,000 دينار ليس بالمبلغ البسيط. أوكي نشوف إذا قدرنا نشتري سيارة، شو السيارة اللي يقدر أشتريها؟ نشوف. سوف نقارن تونس بدول أوروبية، لكن سنقارنها أيضا بدول عربية. هو حتى الدول العربية مجاورة. شوف باختصار تونس هي أغلى دولة في السيارات في العالم، اختصر يعني. ندخله في المقارنة ونشوفه، يعني أنت 30,000 دينار في تونس، لا أوكي خلي تونس آخر شيء، نشوف المبلغ هذا 30,000 دينار شو جبنا سيارات في أوروبا. يعني 30,000 دينار إذا نحولها بالأورو يطلع المبلغ هذا، المبلغ هذا يجيب لك في أوروبا سيارة هذه. أوكي أصدقائي لنكون عادلين، يجيب لك سيارة هذه أو هذه أو هذه، لنواصل الآن. والمبلغ هذا إذا نحوله بالدولار باش يطلع هذا، والمبلغ هذا في أمريكا يجيب لك السيارة هذه. دقيقة أصدقائي، أنا بعد تصوير الحلقة قعدت نبحث باش نشوف شنو 30,000 دينار باش يجيب لنا سيارات في البحرين، لقيته يجيب لنا السيارات هذه وهذه 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 وهذه، والمبلغ هذا في تونس يجيب لك السيارة هذه. أما إذا دفعت لها التأمين ودفعت رسوم الجولان وفيه هيك ورق فحص هيك، ممكن ما تقدر تشتريها بالمبلغ هذا، زيد 2,000 دينار تونسي عشان تقدر تشتريها. باختصار تونس هي أغلى دولة في العالم في بيع السيارات. وهنالك الآن صفحة على الفيسبوك تسوي مقاطعة لهذه، وأنا منخرط في هذه المقاطعة، وإن شاء الله راح ندعم أكثر، وممكن وصلنا 100,000 أو أكثر إن شاء الله في المستقبل راح نقاطعه. والحملات هذه وصلت لأسواق السيارات في تونس، وإن شاء الله خليها تصدي وخليها تسوس، وراح سوي مقاطع ثانيين الإعفاء الجبائي للسيارات، وإن شاء الله الحملة هذه تواصل وتنجح. يجيني واحد ذكي مرة ثانية ويقول لي أوكي على نشتخني في السيارات، أنا ما عندي أغير هاتف ولا أشتري هاتف. أجاوبك حبيبي، وقت اللي صارت مقاطعة الموز في تونس أنا أكد لك اللي كثير عائلات وقتها ما كانت تقدر أن تشتري الموز. احنا نتذكر اللي سعر كيلو الموز وصل لثمانية دينار، وكثير عائلات وقتها ما كانت تقدر أن تشتري كيلو موز، لكن ساندوا هذه المقاطعة. وقت اللي ساندوا المقاطعة وصل السعر إلى نص، وقت اللي صل السعر إلى نص كل العائلات قدرت أنها تشتري الموز. باختصار اليوم أنت ما عندكش حق سيارة، أوكي أنا فهمك، انا واحد من الناس، ليكون صريح انا في الوقت الحالي ما عندي سعر سيارة في تونس، لكن لازم ندعموا هذه المقاطعة. اذا اليوم نجحت المقاطعة وخليتوا السيارة تتسوس، انا نأكد لكم ان شاء الله سعر السيارات ينزل 50% او اكثر. حبيبي باختصار لكي لا نطيل مقطع اليوم، اجاوبك المقاطعة هذه في مصلحة تونس كل، خاطر قطاع السيارات تندرج وراها كثير من المشاريع، مشاريع خدمات، مشاريع قطع غيار، بيع، كثير من الخدمات الى 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 ممكن نعمل مقطع ثاني ونوريك المصالح او المنافع اذا صارت المقاطعة هذه. ان شاء الله نسوي مقطع ثاني واقول لكم الاشياء الايجابية اللي تصير اذا ان شاء الله نجحت هذه المقاطعة، وبقدرة ربي ان شاء الله تنجح هذه المقاطعة، خاطر وراها رجال، وانا نعول على ذكاء التوانسة، وان شاء الله الناس كل ترفع شعار خليها تصدي خليها تسوس. اذا الان انت تتفرج في الفيسبوك حبيبي، تعال
في رابط فوق الفيديو، اشترك في القناة، ادخل للقناة واشترك، اعمل لايك واكتب لنا تعليق باهي خايب اللي تحب صاحبي، اكتب لنا تعليق وشكرا لدعمكم، وان شاء الله تنجح هذه المقاطعة. ادخل للقناة واشترك وعمل لايك وفعل الجرس ان شاء الله باش يجيكم كل جديد، وشكرا. تعرفوا ان القناة مازالت جديدة وتحتاج دعمكم، حاولوا تدعمونا بالاشتراك وحاولوا تدعمونا باللايك، خلي تكبر القناة، حاول تكون ايجابي.